تفضل يا خالد. شكرا يا ولد اختي. شرط علي عشان يشغلني في الانتاج ويشغل الشباب في التمثيل انه اجيبك بطل في هذا الفيلم، وبيكون اجرك 10% من ارباح الفيلم. يا ولد اختي، المنتج هذا انا ما اعرفه ولا قد سمعت عنه شيء. ها انت قلت ما اعرفه. المنتج هذا داخل السوق بقوة، وان شاء الله يا رب يغير وجهة نظرك عن المنتجين. والله ما ادري ايش اقول لك يا ولد اختي. ها بشر، وش قال؟ ما يحتاج يجاوب، واضح على وجهه. خالي وافق عيال! خالو وافق! ايوه خالو وافق! انت يا شكش هتبقى مدير الانتاج. ازهمها ابشر! مدير الانتاج ابشر، يعمله حد تاني. عادي انا اسويها. ورينا كده قول. ابشر. حلو، خلاص انت ابشر. انت يا عامر ولد عم حنان. ايه بس انا ولد عمي صالح، صح ولا لا يا عيال؟ إلا بالفيلم يا غبي. إيه بالفيلم عادي، حتى لو تبيني ولد عم كفتة. لا، نبيك ولد عم حنان. أنت تبيه وتبي تزوجه، بس هي رافضتك، ما تبيك، ما تبي إلا أنا. تحبن وتموت بدبديبي. ما دي عليها هذه. وإنت بقى حبيبي هتعمل سواق حنان، دور الهندي، واسمك عبد الغفار. لا لا يا محمود، أنا أختلف معك بهاللقطة. هذا يصير ابوي بالفيلم. ابوك؟ هي ابوي نفسه الطاسك في بحر الله العظيم. نفس القصه. بابا الله يرحمه كان بيقص نفس القصه دي؟ نفس القصه سبحان الله العظيم. الله يرحم ابوي سبحان الله العظيم بنفس الملابس. طب خلاص معلش، لا اله الا الله، معلش تعيش وتفتكر. هو كل ما يفتكر باباه بيقعد يضحك كده. دقيقه، الله يطول عمرك انت وياه. انا ابو مين؟ ابوي انا بالفيلم. ما تبي تمثل انت؟ الا ابغى امثل، بس ايش دعوه ابغى امثل. لو تبي اصير جدك ما عندي مشكله. تصدق تشبه جدي، لكن ان شاء الله بالجزء الثاني نحط لك دور. هو بقى لما يفتكر جده بيقعد يعيط كده. اما انت بقى عم كباب. لا مو بكباب، بس كفته يا سيدي، هي كلها مشاوي. عم كفته انا هدي لك دور اخو حنان. شكرا يا نجم. العب. لا اله الا الله، ده بيتكلم. ايه يتكلم. الله، طب بيتكلم، انا اديله دور كبير، انا كنت فاكره ما بيتكلمش. على العموم انت معايا ما تقلقش يعني. اما بقى السيد طلعت نازل، الراجل اللي انا مش طايق اسمه ده، هيعمل ابو حنان. طبعا وانا البطل بندم، واي واحد سوينا له كاستنج هنا لا تشوفوا عيني، قفلنا نهائيا ونبي نصور هالحين. اكشن. ام ابوك ذاك الشايب. لعب عليك يا ياسر. الممثل الشاطر يلعب اي دور. طيب عيال متى التصوير؟ اسال مدير الانتاج الاستاذ شكوش. متى يبدا التصوير يا شكوش؟ التصوير بعد يومين. المشكله يبغوا مني بيت، والمنتج قال بعطيك 1000 ريال. اوف اوف، 1000 ريال. 1000 ريال؟ ايوه. طب عادي تجون تصورون بيتنا؟ من جدك؟ اي من جدي، بس اهم شيء ما تجون الا بعد ما ينامون اهلي. يجي بالادب.